أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أهمية تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل في دولة الكويت. وقال الوزير الصالح إنه يجب زيادة حدة الجهود الضعيفة السابقة للحد من الاعتماد على النفط ولأول مرة تؤتي ثمارها. وأضاف الوزير أن وجود احتياطات وإيرادات كبيرة ربما يعني أن الحكومات السابقة لم تكن تتعامل بجدية مع مسألة هيكلة اقتصادنا.